السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. بينما الميليشيات الحوثية تجمع الأموال من المواطنين في مناطق سيطرتها دعما لحزب الله في لبنان، يكشف تقرير الخبراء الصادر مؤخرا تفاصيل مثيرة عن علاقة الحزب بالجماعة وما يقوم به من تحكم في صناعة القرار الحوثي وتقديم الدعم العملياتي والتوجيه الأيديولوجي في التلقين العقائدي للشباب من خلال ما يسمى بالمخيمات الصيفية، بالإضافة إلى الإشراف على مكتب قناة المسيرة التابعة للحوثيين الواقعة بالقرب من قناة المنار التابعة للحزب. كما كشف أن مقر مركز القيادة والتحكم يقع في بيروت، ويرأسه من يسمى أو يدعى محمد سعيد إيرادي القيادي في الحرس الثوري الإيراني. فكيف تتخادم الميليشيا الشيعية فيما بينها لتدمير الأوطان العربية؟ وما الذي كشفه تقرير الخبراء الصادر مؤخرا عن هذا التخادم الطائفي في اليمن؟ تقرير الخبراء يكشف العلاقة ما بين الحوثيين، ما بين الميليشيات الشيعية في اليمن ولبنان والعراق، موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن. نناقش هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه مع ضيوف الأكارم، وعبر الاتصال المرئي عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبا. أستاذ عبد الحميد، أسعد الله أوقاتك بكل خير وأهلا وسهلا. تحية طيبة لك أستاذ عبد الحميد، وسنبدأ أولا بمتابعة هذا التقرير مشاهدينا الكرام. ما يسمى حزب الله في لبنان يوجه عناصر ميليشيا الإرهاب الحوثية أيديولوجيا، ويدير حملاتها إعلاميا، ويشارك في صنع قراراتها المصيرية، ويقدم لها أنواع الدعم المختلفة. مفردات تضمنها تقرير الخبراء الأمميين عن العلاقة بين حزب إيران في لبنان والحوثيين، وهي معطيات يبدو الحوثيون في ضوئها تابعين للحزب بمقدار تبعية الحزب لإيران. تقارير سابقة كانت قد أكدت أن القنوات الإعلامية للحوثيين مسجلة بأسماء قيادات في حزب الله، وتتبع مؤسسة إيرانية يشرف عليها مباشرة مكتب خامنئي. وبمقدار التبعية والتنسيق الإعلامي، يؤكد تقرير الخبراء وجود تنسيق عمليات بين أذرع الإرهاب ضمن مركز قيادة مقره في بيروت، ويرأسه رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تقرير الخبراء سلط الضوء كذلك على تنامي العلاقة بين ميليشيا الإرهاب الحوثية وشقيقاتها في العراق. ووفق التقرير، فقد تلقى الحوثيون شحنات نفط من العراق، وتم تدريب عناصرهم هناك على مقربة من الحدود السعودية. وفيما كانت ميليشيا إيران في العراق قد دشنت حملات تبرعات للحوثيين عام 2022، دشن الحوثيون مؤخرا حملات تبرعات في صنعاء وغيرها لصالح حزب إيران في لبنان، متعمدين أن يجمعوا من اليمنيين أموالا تذهب لجيوب من جاءوا إلى اليمن لقتلهم من أمثال الإرهابي الصريع فؤاد شكر. هي أذن علاقة لم تعد تخفى على أحد، علاقة تتطابق فيها أذرع الإرهاب هدفا وممارسات وجرائم، وترتبط جميعها بعلاقة تبعية مطلقة للخمينية التي يفوق سواد حقدها سواد العمائم. ولن يفشل مخطط الشيطان إلا تقطيع أوصال الميليشيا وإنهاء تواصلها فيما بينها ومع أمها إيران. إذن مشاهدينا الكرام، أشكر أولا الزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأكارم، وبالأستاذ عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري عفوا، وللأستاذ عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبا، كما سينضم أيضا إلى معنا عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز، والأستاذ عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام. أجدد الترحيب بك أستاذ عبد الحميد الشرعبي إذا كنت تسمعني الآن. نعيده. تحية طيبة أستاذ عبد الحميد. ما الذي كشفه تقرير الخبراء من خلال العلاقة ما بين الميليشيات الشيعية في كل من اليمن ولبنان والعراق؟ حقيقة التقرير الأممي
هو لم يأتي بجديد. هذه العلاقة هي معروفة أصلاً للشعب اليمني وللأمم المتحدة أيضاً تطرحها، كانت الحكومة بشكل مستمر وتطرحها الأدلة. والدعم الإيراني عبر حزب الله وتخادم حزب الله وميليشيا العراق، باعتبار أن حزب الله كان وكيل لإيران، ويعتبر حسن نصر الله كان يعتبرنه خامنئي العرب باللغة العربية، وكان يقول عربي لتدمير الدول العربية في التدخل في شؤونها. لكن الملفت في التقرير هي الجرأة لأول مرة للأمم المتحدة أن تتضمن هذه الأشياء، وكأن هناك ترتيبات وتهيئة للرأي العام خاصة اليمنيين لشيء ضمن التغييرات في المنطقة، ومنها والتلميع لميليشيات الحوثي، باعتبار أن عملية السلام ما يروج له في اليمن هذه الفترة الانتقال هي تعتبر فترة انتقالية، مكنت الحوثي من تمكين تأسيس دولتها أكثر بالخبراء وإنشاء أركانها بالخبراء الإيرانيين ومن حزب الله، وبالتالي هم مهيئون لمرحلة قادمة من الصراع تكون حربا طائفية واضحة. وهذا التقرير جزء من تكلم الأمم المتحدة عن مسؤوليتها، كان هو تبييض للوضع. نحن قلنا وأصدرنا وصرحنا أن هناك تخادم وهناك ميليشيات، بينما كانوا بالدور الطرف يقولون أنه لا يوجد دليل بالدعم الإيراني أو حزب الله، مع أن الحكومة الشرعية والتحالف كان يقدم الأدلة الواضحة والناصعة. المعروف أن الأدلة كانت كثير من المعتقلين من الأسرى المقاتلين أو الأطفال كانوا يتحدثون بوضوح، يدلون شهاداتهم موثقة أن من كان يدربهم ويلقنهم ويعلمهم في الدورات التدريبية وفي الساحات القتالية التدريبية هم أشخاص أجانب ليسوا يمنيين. بعضهم يتكلم اللغة العربية بصعوبة وبعضهم لهجته غير يمنية، وبالتالي كان هذا من وقت مبكر. لكن الأمم المتحدة أن تطلع في هذا التقرير الصريح وتكشف هذا، يجب أن تكون على الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليات باتخاذ التقرير والكشف، ولكن يجب أن تكون على مجلس الأمن ويتخذ بموضوعها إجراءات وعقوبات وخطوات عملية. نعم، طيب اسمح لي أشترك معي في هذا الحوار أيضا العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز. مرحبا سعادة العقيد. مما كشفه تقرير الخبراء عن علاقات الميليشيات الشيعية فيما بينها وخصوصا حزب الله مع ميليشية الحوثي، أشار إلى أن حزب الله يتحكم ويساهم في صنع القرار لميليشيات الحوثي، ما دلالة ذلك وانعكاساته أيضا؟ حياك الله أخي الكريم، تحية لك وتحية لضيفك وتحية أيضا للأبطال الميامين في كل الجبهات وفي كل الميادين. مرحبا. التقرير لم يوضح شيئا جديدا، اللهم أنه وثق ذلك دوليا وبقرار معتبر من لجنة دولية معنية وذات صفة و يعني لها معلوماتها ووسائلها في الحصول على المعلومات، ولها خبراءها أيضا. فالتوثيق في هذا التقرير هو شيء مهم وهو شيء جديد، لكننا جميعا نعلم أن ميليشيات الحوثي هي الابن غير الشرعي لحزب الله وللحرس الثوري الإيراني، ما في ذلك شك. الحوثيين يحاكون تجربة حزب الله حتى على مستوى حركات الجسد، حتى على مستوى حركة اليد لزعيمهم أو سيدهم، يعني حتى في استخدام الساتر الزجاجي عند ظهوره، حتى في مسألة اختفائه وظهوره في مناسبات بعينها، أمور كثيرة يكاد، وبالإضافة طبعا إلى الصرخة التي هي إيرانية أصلا، وكثير من المحاكاة. كل ما يتم هو محاكاة لحزب الله تماما، وأيضا محاكاة للحرس الثوري الإيراني. ومعروف أن هذه الميليشيات مش من الآن، منذ بدء نشأتها
كانت قراراتها وتوجهاتها وحتى إيفاد أعضائها للدراسة والتدريب كانت تتم في إيران وفي لبنان، وهذا أمر يعني معروف، واليوم أيضا يوثق أكثر من خلال هذا التقرير. التقرير الذي الأخ الإرياني رحمه الله في أيام التفاوض معهم الأيام الأخيرة قبل الانقلاب أو في بداية الانقلاب ذكر ذلك صراحة، قال كنا نصل إلى تفاهمات ويرفض التوقيع مندوب الحوثيين حتى يتصل بشغارة إيران وحتى يتصل بجهات أخرى هي من تملي له طريقة التفاوض وكيف يوقع أو لا يوقع. هي من تملي له طريقة التفاوض وهل سيوقع أو لا. ولذلك أنقل النقطة أيضا إلى الأستاذ عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبا، عندما يقول التقرير بأن الحزب الله هو من يتحكم في صنع قرار الحوثي قرار الحوثيين، ماذا يعني ذلك؟ يا عزيزي التكوين ميليشيات الحوثي من الأساس كان مسند إلى حزب الله، وكان حزب الله موجود كل تفاصيل تكوين ميليشيات الحوثي واختيار الأشخاص كانت هي لحزب الله والقيادات، والحروب الستة كانت أيضا بإشراف من قيادات من حزب الله أيضا كانت تدار. بعد ذلك حتى الخطوات التي بعد الحروب الستة كثفت من الانتقال وشكلوا مجلس لإدارة حزب الله مكون من 18 شخص تقريبا أغلبهم من قيادات بينهم من حزب الله أيضا إلى السفير الإيراني كان على رأسهم منهم شعلاني ومنهم السفير الإيراني إيرلو. ما زال في كل التفاصيل التكوينات والقرارات لميليشيات الحوثي في كل الجوانب والخطوات التي تتم الممنهجة هي خطوات أيضا كانت قرارات تتم بتوجيهات من القيادات حزب الله التي هنا بعد التواصل مع قيادات حزب الله والحرس الثوري الإيراني يقومون أيضا بتقديم الخبرات والاستشارات والتدريب أيضا بمشاركة حتى على مستوى القطاعات العسكرية. نعم. الجهاز المالي يديره ميليشيات حوثية، الجهاز الإعلامي تديره ميليشيات حوثية، الجهاز التنظيمي والإداري تديره ميليشيات أقصد من حزب الله ومن إيران، والجهاز العسكري والتدريبي والتخطيط حتى عمليات في الميدان حتى تعذيب واستجواب السجناء والأسرى أيضا ميليشيات من حزب الله. الخطوات لتدبير الممنهج لمؤسسات الدولة إداريا واقتصاديا وبنيويا وتشريعيا أيضا بقبل عبد الملك الحوثي ما هو إلا خطيب إعلامي يقول ما يمليه عليه أيضا الجانب الإيراني عبر قيادات حزب الله التي هنا خبراء يديرون ميليشيات الحوثي. ولذلك حتى ما ورد في التقرير أستاذ عبد الحميد عن أن صورة أو المطابق الإعلامية أو صورة أو خبر إلا بعد إشراف الجانب سنأتي إلى الجانب الإعلامي أستاذ عبد الحميد. أعود إلى العقيد عبد الباسط البحر، عندما يقول أيضا التقرير بأن التوجيه الأيديولوجي في التلقين العقائدي للشباب أيضا من خلال ما يسمى بالمخيمات الصيفية يأتي بأيضا إشراف كامل من قبل حزب الله اللي هو أيضا تابع لإيران ولملالي إيران، أيضا ما مدلولات مثل هذا الأمر خصوصا على من يعني صابون بسوء الفهم مثلا مع الميليشيات الحوثية ويرسلون أولادهم مغررين بهم إلى مثل هذه المراكز؟ طبعا هذا واضح جدا، هناك فيديوهات مسربة من بداية هذه الحرب ومن الحروب السابقة لمشرفين من حزب الله هم من يدير هذه المخيمات وهم من يتحكمون في المنهج الذي يدرس ويتحكمون بما يقال وما لا يقال. الحوثية في الأخير هي نسخة
طبق الأصل تحاول أن تكون محاكاة لحزب الله في اليمن، حتى أدخلت بعض الشعائر وبعض الممارسات وبعض الطقوس التي لم تكن معهودة عند اليمنيين سابقا، حتى من يصنفون على الزيدية أو على الشيعة وغيرها من المسميات لم تكن توجد هذه الممارسات التي أو هذه الطقوس والشعائر التي ظهرت مؤخرا وتم إحياءها مؤخرا، والحقيقة أنها تم استجلابها من مع ما استورد من فكر ومن عقيدة ومن إيديولوجيا من حزب الله ومن إيران عن طريق هؤلاء الخبراء. أعتقد أيضا التقرير أشار إلى أن الحوثيون يمثلون امتداد خطر لحزب الله وللحرس الثوري في إيران. ذكرت لك أنه حتى كان يتم ابتعاث طلاب للدراسات سواء الجامعية أو الدراسات العليا إلى إيران وإلى بعض الدول التي لها يعني علاقة بإيران ولا ملحقيات ثقافية بإيران، وكل هؤلاء أيضا يتم مسخ ذهني وعملية تجريف للزيدية بالكامل، لا نقول السنة ولكن أيضا الزيدية، لأن اليوم لم تعد ما يدرس في هذه المراكز أو ما تتبناه الحوثية لم يعد يمس للزيدية بصلة، الزيدية التي كانت متعايشة مع بقية مذاهب الشعب اليمني، اليوم الحوثية تتبنى الجارودية المطعمة بالإثنى عشرية الجعفرية أصلا، يعني الجارودية رغم يعني تطرفها وبعدها ومعاداتها للزيدية ولكل فرق الشيعة الأخرى، لكنها أيضا تضيف إليها طقوس وممارسات وأفكار وعقائد من الإثنى عشرية الجعفرية. يتم كل ذلك قولبته من خلال هذه ما يسمونه هم المراكز الصيفية، لكن في الحقيقة هي عمليات تعبئة وعمليات تجريف وعمليات تغيير للهوية سواء الدينية أو الوطنية أو الثقافية. وهنا الخطورة جميعا. نعم أستاذ وعقيد عبد الباسط، هنا أنقل السؤال إلى الأستاذ عبد الحميد الشرعبي وأسألك أيضا عن ذات النقطة، خطورة أن المتحكم بمثل هذا التلقين العقائدي للشباب في هذه الدورات هم يعني من حزب الله، رغم أن نعرف أن حتى الميليشيا الحوثية وخصوصا قياداتها تملك يعني أفكار متطرفة وعقائد منحرفة، إلا أن أيضا دخول حزب الله في هذا الجانب وتحكمه في مسألة التلقين العقائدي ما الذي أيضا يضيفه من خطورة؟ حقيقة يهتمون بالفكر مثل ما قال الإمام يعني سيدهم الخميني، أن عملية السيطرة على الفكر هي أهم شيء وهي الأخطر على الشعوب. هم الآن ينقلون إلى اليمن يعرفون أن تركيبة قبلية لا تقبل الفكر الصفوي ومن الصعوبة ترتيبها، لكنهم يحاولون تسريعها لتوطيد أركان ميليشيات الحوثي ووجود إيران أيضا لتكون اليمن تابعة، ليست كدولة يعني دولة حقيقية وإنما منطقة تابعة كأنها محافظة إيرانية مثل ما حدث في العراق. هم يحاولون التسريع التجربة ما حدثت في خبرات التراكمية لما عمله الإمام الخميني بعد ثورة 79 استيلائه على إيران، كيف نشر التشيع ومذهبه الذي أتى به من الخارج، ولم يكن المجتمع الإيراني أيضا متشيعا واستولى حتى على الأهواز وغيره، ثم نقلوها إلى جنوب لبنان مع ما عملها أيضا حزب الله، وترك جنوب لبنان كاملة متشيعة وانتهى فيها الاختلاف والآخرين الذي كانت متنوعة من كل الأديان والأطياف، وكذلك في العراق الآن يحاولون تسريعها في اليمن بهذه التراكم الخبرات وبأشياء سريعة من ناحية عدة أشياء، تدمير الفكر والتجهيل ثم بناء فكر جديد عبر الأجيال، ليس بتحريف المناهج ولا الدورات الصيفية فقط الثقافية وإنما أيضا حتى مكبرات الصوت اللي يدورها في الشوارع وفي المساجد، من أوصلت الشوارع وقالوا أنها تؤذي السكان والناس، ثم يبثون المحاضرات إلى الصباح يؤذون السكان.
في الباصات الإذاعات الصوت الواحد عبر الإذاعات عبر المنشورات الصور عبر كل يعني حملة من الباب إلى الباب، والطفل يكبر على هذه الأشياء يتخلصون ويقضون. طيب من عارضهم يدمرون البناء المجتمعية التقليدية حتى القبيلة يضعفونها، إما بذهابهم إلى الحروب والتخلص منهم في المعارك في الجبهات، أو بالانزواء أو الطرد إلى الخارج أو الاغتيالات أو الموت جوعا والإفطار أو شراء الولاءات أيضا والتطميع بأشياء مختلفة، وبالتالي طيب. يصبح المجتمع كله على حسب النوع، وهذا هو هدفهم يعني صبغ المجتمع الفكر الطائفي بالضبط والمتسيد الشيعي، من أجل بعد ذلك تقوم يعني ضرب طائفي يا هم مهدون، لأنهم فشلوا في السيطرة على اليمن، لم يكونوا يتخيلون أنهم وبالتالي الهدف هو صبغ اليمن بالصبغة الوحيدة وهي الصبغة الشيعية القادمة من إيران. ولذلك امتدادا لما ذكرت أستاذ عبد الحميد فيما يتعلق بالقنوات الفضائية التابعة لهذه الميليشيا ميليشيا الحوثي، وهنا وجه السؤال للعقيد عبد الباسط البحر، التقرير أيضا كشف ووثق بأن الإشراف على مكاتب قناة المسيرة التابعة للحوثيين هو من قبل حزب الله، وبالتحديد من المبنى المجاور تماما لقناة المنار التابعة له، وأنهم هم الذين يشرفون إعلاميا بشكل كامل على هذه القناة والقنوات أيضا المرتبطة بها، سواء من حيث الجوانب الفنية أو كذلك الرسائل الإعلامية. ما تعليق؟ أولا ممتاز ما ذكرته، أنه لم يكشف التقرير، هو وثق هذه الأمور، لأن هذه الأمور كانت معلومة بالضرورة. نعم. لكن أتى هذا التقرير ليوثق هذه الحقائق المعروفة والمتداولة والتي يعرفها حتى الإنسان العادي، ناهيك عن المهتم والباحث والمختص في هذه الشؤون. فمعروف طبعا أن إعلاميا وفكريا تربويا من خلال أيضا المناهج، من خلال التعليم، من خلال المراكز، من خلال الدورات الثقافية كما يسمونها وغيرها من وسائل التثقيف أو التعليم أو التربية أو كلها أو الإعلام كما ذكر التقرير أيضا وغيرها من المناصر، هي محاكاة وتقليد وبإشراف من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني. هؤلاء أو هذه الحركات وهذه الجماعات هي كما ذكرت لك هي مواليد غير شرعية للثورة الخمينية الاثنى عشرية الإيرانية، بإمكاناتها باقتصادها بأسلوبها بإعلامها بحربها الدعائية بحربها النفسية بوسائل الإعلام والدعاية المختلفة بالإشراف على القنوات على الألفاظ على المصطلحات على كل هذه التي تدور في الأخبار في البرامج في كل صغيرة أو كبيرة في الإعلام، حتى في المظهر من خلال الظهور الإعلامي، حتى يعني الموجهات الإعلامية، حتى المواضيع التي تطرق، حتى يعني أشياء كثيرة جدا كلها يتم تعميمها ومن الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله في لبنان. هؤلاء هم تستطيع أن تقول أيضا بصفة خاصة أن حزب الله اللبناني هو المكلف بهذه الجماعات والأدوات الإيرانية العربية أو في المنطقة العربية. حزب الله هو الذي يشرف على أدوات إيران في الدول العربية ومنها الحركة الحوثية في اليمن، تنشئة إعلاما اقتصادا تعليما مناهجا وغيرها وعسكريا وإلى ما إلى ذلك. بل أن التقرير أيضا وثق وكشف أيضا أن مقر مركز القيادة والتحكم هو يقع في بيروت، ويرأسه محمد سعيد إيرادي، وهذا محمد سعيد إيرادي هو قيادي في الحرس الثوري الإيراني. هذه النقطة أيضا
سأناقشها مع ضيفي الأستاذ عبد الحميد الشرعبي ومع ضيفي أيضا العقيد عبد الباسط البحر بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لنكمل حلقتنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا حول تقرير الخبراء الذي يكشف العلاقة بين الميليشيات الشيعية في اليمن ولبنان والعراق، مع الأستاذ عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبا، وكذلك العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز. أستاذ عبد الحميد، من المفترض أن أوجه السؤال إليك يعني من باب أيضا التداول في الأسئلة، لكن اسمح لي أختم مع العقيد عبد الباسط البحر ليتمكن من استضافة الأستاذ عادل الأحمدي. سعادة العقيد عبد الباسط، يعني القيادة، يعني هذا التعاون الميليشياوي للميليشيات الشيعية في المنطقة وأيضا ارتباطها المباشر مع بقيادة وتحكم إيراني، يعني كيف يمثل خطرا على اليمن بالتحديد وعلى الأمة العربية، وكيف يمكن مواجهته أيضا؟ هو طبعا له جانبين، الجانب الأول أنه فعلا يمثل خطر على اليمن وعلى الجزيرة العربية وعلى الأشقاء في الدول التي تتواجد فيها هذه الأدوات الإيرانية، لكنه أيضا من ناحية أخرى سيتأثر وسيتداعى وتأثرا كبيرا بما حصل في لبنان وبما حصل أو سيحصل أيضا في إيران، فستتأثر هذه الأدوات أو هذه الميليشيات المرتبطة بحزب الله وبالحرس الثوري بهذه التطورات المتسارعة في المنطقة وبالضربات التي تلقاها حزب الله وأيضا تتلقاها إيران، سينعكس كل ذلك على أدواتها التي تعتمد كليا في كل جوانبه في كل ارتباطاته، قلت لك حتى في تفاوضاته في إعلامه في مناهجه في كل يعني ترتيباته وتكويناته، نعم. ترتبط بإيران وبحزب بالحرس الثوري وبحزب الله خاصة في لبنان، وبلا شك أنه ستشل قدراته وتفزع أكثر. وأنا هنا أيضا أمتاز الفرصة وأوجه الشكر لقناة سهيل أن سلطت الضوء على هذا التقرير، لأن هذا التقرير للأمانة وثق وأمور مهمة جدا، طبعا كانت معروفة ومتداولة لكن لم تكن في هذه الدرجة من الموثوقية لجنة خبراء دوليين معتمدين من مجلس الأمن وبصفة رسمية، فهذه المعلومات يعني تؤخذ بمحمل الجد، نعم. وفعلا يشكل تهديد وخطر ارتباط الحوثيين بحزب الله وبالحرس الثوري الإيراني على الداخل اليمني، ويجب التيقظ لذلك ويجب مواجهة ذلك سواء إعلاميا فكريا تربويا عسكريا ميدانيا، لأنه نفس الخطوات ونفس الخطط ونفس التدريبات ونفس التجهيزات ونفس الاستعدادات التي تتلقاها هذه الميليشيات تتلقاها الميليشيات الحوثي في اليمن. نعم. وهنا المطلوب أيضا من يعني الشعب اليمني وكل أيضا الدول العربية والإسلامية أن تتكاتف وتتوحد لمواجهة مثل هذا التوحد للميليشيات الإيرانية والاستخدام أيضا الإيراني لها في المنطقة. أشكرك جزيل الشكر العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز، شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك. كما أيضا ينضم إلينا رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام الأستاذ عادل الأحمدي، مرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك، حياك الله، وتحياتي لضيوفك الأكارم، تحياتي لسهيل، اشتقنا لقناة سهيل يا أخي، لي كثير ما أظهرش فيها، والله أننا سعيد جدا، وإن شاء الله ليلة مباركة وعام مبارك قادم بإذن الله عز وجل. ونحن سعيدين، تحياتي لك أستاذ المحترم. ونحن سعيدين جدا أستاذ عادل أنك معنا في حلقة اليوم، وإن كنت قد تأخرت علينا قليلا وكنا نتمنى أن تكون معنا ببداية الحلقة. اسمح لي فقط أستكمل النقطة مع الأستاذ عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبا. إذن هذا التحكم من قبل حزب الله أستاذ عبد الحميد في كل يعني أمور الميليشيات الحوثية سواء الإعلامية أو العسكرية أو اللوجستية أو حتى
العقائدية والثقافية، وامتدادا لما ذكره الأستاذ العقيد عبد الباسط البحر، كيف تؤثر وتتأثر هذه الميليشيا بما يجري في لبنان وما نشاهده اليوم من عملية جمع تبرعات لحزب الله في صنعاء، بما تعلق على هذا إجمالا؟ لتقاسم لبنان، وحزب الله لا يستطيع أن يقول لأنصاره أن يتراجعوا من جنوب لبنان ومن الخط العازل، لأنهم سيكفرون الحاضنة الشيعية وبإيران، لكنها تنفذ عن طريق النار الإسرائيلية. لأن إسرائيل استغلت الفرصة للاتفاق الإيراني الأمريكي بقضاء على قيادات الصف الأول والثاني والثالث من حزب الله ليتغير جوه. الآن هناك نقل وتبادل لا نقله إلى اليمن، ويكون أعداء الحوثيين بديل للدور على حزب الله في لبنان، يستهدف التوسع والتمدد الإيراني في الخليج وفي المنطقة وتدمير هذه الدول، وبالتالي الشراكة الأمريكية الإيرانية مع النظام الإيراني باعتبار النظام الإيراني أحد الأدوات الماسونية الذي رعته وجدته الماسونية العالمية عبر الأنظمة فرنسا بريطانيا فرنسا. طيب أستاذ عبد الحميد، وهو كانت ثورته توسعية كما أعلنوا من البداية. طيب أستاذ عبد الحميد، اسمح لنا أيضا أن نأخذ وأيضا نتيح مجال للأستاذ عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام الذي انضم إلينا الآن، ونتحدث عن تقرير الخبراء الذي يكشف العلاقة ما بين الميليشيات الشيعية في اليمن ولبنان والعراق، ولعلك قد اطلعت على أبرز بنود هذا التقرير بما يخص هذا التحكم في صناعة القرار، التلقين العقائدي للطلاب في المراكز الصيفية، إدارة الملف الإعلامي كاملا من قلب بيروت، المتحكم بهذا الأمر اسمه محمد سعيد إيرادي قيادي في الحرس الثوري الإيراني، إلى غير ذلك من التفاصيل. ما الذي يمكن الإدلاء به أو أيضا التوسع في الحديث عن في إطار هذه المنظومة التي كشف عنها تقرير الخبراء بين بما يتعلق بالتعاون بين الميليشيات الشيعية في المنطقة؟ طبيعة الحال طبعا أنه كلهم أذناب لرأس واحد الذي هو إيران، وبالتالي طبيعة الحال أنه الأذناب تتخادم فيما بينها، تتواصل فيما بينها. الهزيمة المنكرة والافتضاح الكبير الذي عانه حزب الله تجاه العدو الإسرائيلي، وكلاهما عدو أنا عندي بالنسبة لي، تمام، حزب الله وإسرائيل، ولكن أقصد الافتضاح الكبير هذا التام، لأن جزء كبير من أهم عناصره كانوا موجودين عند الحوثي في صنعاء يخططون لاجتياح مارب ولاجتياح تعز ولمداهمة الساحل، فطبيعي جدا. كذلك رأينا كيف أن في معركة البياجر أو ذات البياجر التي فيها قامت إسرائيل بتفجير الكثير من عناصر حزب الله بدون حتى طلقة رصاص واحدة، كان فيها أيضا أيش ضحايا من الحوثيين. وجدنا بعد ذلك كيف أن كثير من الحوثيين أو موجودين في العراق، وكثير من العراقيين والإيرانيين والحزباويين موجودين في صنعاء، إنهم خليط واحد، عدوه العرب وعدوه المسلمين، ولا يفكر بغير وليس لديه قضية، إنما يتاجر بقضايانا، يرفع عقيرته في الحديث عن القدس وإسرائيل ونجد أنهم لم يقتلوا إلا هذا الأمة هذه في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين، حتى الفلسطين عدد الفلسطيني الذي قتلتهم الميليشيات الشيعية داخل العراق يربو إلى عام 2016 16 ألف فلسطيني تم قتلهم على يد الميليشيات الشيعية في والإيرانية في العراق. طبيعي جدا أننا مثل ما قال المتحدث السابق، هناك كثير من الحقائق كنا نتحدث فيها لكنها لم تكن على قدر هذا، على هذا القدر من الموثوقية. أيضا تحدثنا فيما قبل على العلاقة ما بين الميليشيات الإرهابية الشيعية وما بين الميليشيات أو العصابات والجماعات الإرهابية السنية أو المحسوبة على السنة كالقاعدة وداعش هذه الأمر كنا نؤكد عليها. أنا معي تقرير منذ العام 2009 وأنا أتحدث وأعطي البراهين كيف أن إيران كانت تدير الإرهاب بشقه السني والشيعي، كيف أن هي راعية الإرهاب منذ أن رفعت وخصصت
لخالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، يعني أطلقت اسمه على شارع في طهران، واستقبلت جماعة الهجرة والتكفير، وكان بينهم أيمن الظواهري الذي صار بعد ذلك إيش قائدا لتنظيم القاعدة خلف أسامة بن لادن. الإرهاب ملته واحدة وغرفته وكنتروله واحد. طيب. مش فقط على مستوى التنظيمات الشيعية في المنطقة الذي هي قلنا الحشد الشعبي زائدا الحوثيين زائدا حزب الله، لا، بل وعلى مستوى التنظيمات الإرهابية الأخرى التي هي غير شيعية، لأن كل هؤلاء للأسف هم شيعة بشكل أو بآخر، وهذه نقطة مهمة عفوا لو صبرت عليها، لأن أيمن الظواهري أيضا يعتبر نفسه من آل البيت، وكان أبو مدري من البغدادي الذي هو قائد داعش وكذا يعتبر نفسه أيش أيضا من آل البيت. يا أخي كل هؤلاء خرجوا من كذبة واحدة ومن خرافة واحدة ومن إرهاب واحد ومن عنف واحد، وآن لكل هذه الجماعات أن تتفكك، سواء كان بسيوفنا نحن أو بدعاء الأمهات والثكالة واليتامى، أو بعد ذلك بما يسلطه الله من سيف، سواء كان بالريح أو بالشمس أو بنتنياهو أو بغيره. الله تعالى يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الذي يحدث الآن أنه العالم مل هذه اللعبة القذرة، مل هذا مل يعني المنطقة مقبلة الآن على توازن أو على معادلة السلام لا تحتمل أيا من جماعات المزايدة الدينية أو الوطنية أو ما إلى ذلك. نريد جماعات الآن، نريد معادلة واقعية تقوم على بناء الإنسان وحرية الإنسان، وكذلك نحن في النهاية في كل الأحوال نظل عربا ومسلمين، لا نريد أحد بعد ذلك أن يلقننا ما الذي عليه أن نفعل تجاه مقدساتنا وتجاه عدنا. كنت تذكر يا أستاذ رجاء، عدنا كنت تذكر الآن يعني على ذمة طبعا أحد الأعضاء مجلس النواب تواصل معي، والله يا أخي جالسين مثلا على قضية مثلا القدس، كيف أنه وكأنه لأن الحوثيين هم الذي الآن يشتغلوا من أجل فلسطين. أتعجب يا رجال، كان لدينا هناك أوامر صرف من الرئيس عبد الله صالح سابقا، حتى بأسلحة لحركة فتح وحركة حماس. كان الشعب اليمني يدعم بقرار، كان معنا رواتب نخصم منها عيش مباشرة لأجل العمل الفلسطيني. كانت هناك معسكرات أيضا لتدريب الأفراد الفلسطينيين في داخل التعبير. والآن هؤلاء لم والله لا نريد. فقلت لك طيب، كل ما يفعله هو المزايدة لا أكثر. اسمح لي سأعود إليك، أتي للأستاذ عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبأ. إذن ما كشفه أو وثقه تقرير الخبراء من علاقات الميليشيات الشيعية في اليمن ولبنان والعراق والإشراف المباشر من قبل إيران عليها ربما هو معروف لكل من لديه موقف من هذه الميليشيات وخصوصا الحوثيين عندنا في اليمن، لكن ما زال بعض الناس كما ذكر الأستاذ عادل الأحمدي يغتر بالقضية الفلسطينية أو من يحاول أن ينصرها فينجرف وراء هذا التيار ويغرق في المستنقع الإيراني الخبيث الذي والمخطط الذي يراد أن يحاك لليمن ويحاك بالفعل لليمن فتلتبس عنده الرؤية. أنت ما تعليقك؟ ربما الصوت غير واضح لسؤالكم كاملا، لكن أعتقد أن استخدام ميليشيا يعني إيران للقضية تحت وميليشيا الحوثي قضية فلسطين لتجنيد اليمنيين ونشر فكرها من أجل قبولها. حقيقة قضية فلسطين بدأتها إيران، أخذتها كنوع للتغلغل للشعوب العربية وتحرير القدس منذ حربها مع العراق الوهلة الأولى، وكان يتكلم خامنئي ويقولون أن طريق القدس تبدأ من بغداد ومن البصرة، و يريدون فتح الخط لنصرة فلسطين وتحرير فلسطين من بغداد، مثلما الآن يطالبون ميليشيات الحوثي المملكة العربية السعودية أن تفتح لهم الخط إلى الرياض ومكة والمدينة من أجل يحررون فلسطين وينصرون غزة. يعرفون أن الشعب اليمني والشعب العربي كله قضية الأولى قضية فلسطين، والشعب اليمني خاصة وعقائده دينية وأيضا متمسك بهذه القضية وداعم ومضحي هو.
ومقاتل ويستخدمون طبيعته الجغرافية وطبيعته النفسية. وبالتالي استخدمت الآن ما نلاحظ من التقارير ميليشيا الحوثي باسم مصر غزة وبالمسرحيات الهزلية التي تجريها بالتخابر مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل لحصار الجانب المصري، وأيضا قامت بتجنيد العديد من الشباب ومن المغرر بهم باسم لاقتحام إسرائيل وتحرير غزة، وتعرض بعض الفيديوهات المناورات أنها جاهزة لاقتحام إسرائيل، وتريد فتح من السعودية فتح الحدود، بينما الحدود الآن الغرب يعني في جنوب لبنان مفتوحة، ثم لا يلومون سوريا التي تضرب كل يوم، وذهب حزب الله وقتل السوريون من أجل نظام بشار الأسد وباسم وحدة الساحات. نعم. والآن بشار الأسد لم يفتح لهم للمساندة ولم يستغل لها فرصة أيضا لتحرير الجولان، ولم يرد حتى على الضربات الإسرائيلية. النقطة الأهم هنا المحور الإيراني لا يتحدث عن البشار والنظام السوري لفتح الحدود، وإنما يريدون من المملكة العربية السعودية واليمن ومصر. النظام الإيراني وميليشيات أستاذ عبد الحميد في المنطقة لديهم أجنداتهم ومخططاتهم التي يسعون دائما لتنفيذها، وهنا ومن مقومات دول لتفكيك المنطقة. وهنا اسمح لي أستاذ عبد الحميد نظرا لضيق الوقت أن يعني أنتقل إلى الأستاذ عادل الأحمدي. إذا أستاذ عادل، ما كشفه التقرير تحكم كامل في القرار وصدوره في الحوثيين، التحكم أيضا في هيكلة وبنية الميليشيات الحوثية، التحكم والدعم المالي والعسكري لهذه الميليشيا والعمليات، التوجيه الأيديولوجي في التلقين العقائدي للشباب في مخيمات ما يسمى بالمخيمات الصيفية، والإشراف الإعلامي على مكاتب المسيرة التابعة للحوثيين. إذا نحن أمام جماعة من أي نوع؟ شوف، هي جماعة مثل ما تقول جماعة عابرة للبلدان. يعني شوف اشتي اقول لك، يعني اول للمشاهد الكريم، هكذا انا ارى ان المعلومات هذه لم تكن غائبة عن المجتمع الدولي، لكن لماذا اراد ان تخرج الان؟ لماذا كان من قبل مثلا يقول لنا جلسوا الامريكان مدة وهم يقولوا الحكومة اليمنية اثناء الحروب الست، بل وبعد الحروب الست حتى اثناء عملية التحالف كانوا يقولوا ما الدليل على ان هناك دعم ايراني للحوثيين؟ هل فعلا هناك في أدلة؟ هل مدري إيش؟ الآن هم أنفسهم وهم كانوا يعرفون ويعرفون أن هناك أدلة، بل هم مطلعون على هذه الأمور بشكل أكثر مما نتخيل. إن لم يكن ولكن لم يكونوا كانوا يريدون اللعبة أن تستمر. الآن هم يعرفون أن وهذه قلت لك الشاهد الأهم في كل ما يدور، هم يعرفون، يعني لسنا ننتظر لجنة التقرير، لا كانوا هم ولا احنا نعرف انه المخرج واحد لمثل هذه الجماعات في العراق وفي ايران وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، ولكن لماذا ارادوا ان يخرج هذا الكلام هذه الايام؟ هذا يدل على ان هناك نية حقيقية دولية وعالمية واممية من اجل إدانة هذه الميليشيات وتخليص العالم من شرها، لأنها أصبحت أدوات غير نافعة، أدت ما عليها في وقت معين، والآن حان وقت التخلص منها. هذا باختصار شديد. نعم، وهو مدلول قوي في ظل المتغيرات والأحداث التي تتسارع اليوم في المنطقة، وخصوصا ما يحدث في لبنان وغيرها. نظرا يعني ان الوقت داهمنا ولم يعد لدينا الوقت الكافي، اكتفي بهذا القدر مع الضيفي الكريمين الاستاذ عادل الاحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والاعلام، والاستاذ عبد الحميد الشرعبي مدير عام مكتب وكاله سبأ، اللذان ايضا كان معي في حلقه اليوم. ولا انسى ان اشكر العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز، سلطنا الضوء على تقرير الخبراء الذي وثق وكشف العلاقة ما بين الميليشيات الشيعية في اليمن ولبنان والعراق. تحية لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقاتنا القادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.